يا مساء الخير على كل مشاهدي قناه اون تايم سبورتس في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج اخبار اون تايم. ان شاء الله النهارده تكون حلقه مميزه كالعاده مع حضراتكم. زي ما حضراتكم متعودين معانا، يكون لينا جوله في الساحه المحليه من خلال اخبارنا الخاصه، وكمان هنتابع كل الكواليس الجديده في كره القدم العالميه، وكل ده تحت شعارنا دايما متعودين عليه ان كل شعوب العالم بتختلف في لغتها وكمان بتختلف في عاداتها وتقاليدها، لكن حاجه واحده بس بجمعنا هي الرياضه. خلونا كده نبدا زي ما احنا متعودين مع ابرز العناوين. تفاصيل تقرير فيتوريا لاتحاد الكره، طلبات فنيه ورسائل شكر. جلسه خاصه لتعديل عقد محمد صبحي. خطة الأهلي لتسهيل نقل الجمهور إلى استاد القاهرة لحضور مباراة الهلال. وعالميا صلاح ضمن قائمة أعلى خمسة رواتب في الدوري الإنجليزي. ومن العناوين نروح دلوقتي لتفاصيل أخبارنا المحلية. نبدأ أخبارنا بأخبار المنتخب الوطني المصري، وانتهى خلاص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني من تجهيز تقريره اللي هيقدمه لاتحاد الكرة خلال الساعات اللي جاية. إيجابيات أكيد وسلبيات عن معسكر الفراعنة اللي أقيم في شهر مارس، وشاهد زي ما شفنا كلنا مباراتين وديتين كانوا أمام ملاوي في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا بكوت ديفوار. فيتوريا عايز أقول لحضراتكم إنه أكد في تقريره على ضرورة خوض مباراة كمان ودية الفترة اللي جاية، عايز مباراة ودية الفترة الجاية قبل التجمع القادم في شهر يونيو، استعدادا طبعا لمواجهة غينيا اللي هتقام في غينيا يوم 12 من الشهر نفسه. فيتوريا أكد كمان إن لديه هدف إنه بيعمل عليه وبيعمل من أجله، هو الوصول أكيد إلى أمم إفريقيا، وشايف إن مجموعة اللاعبين ناجحين لغاية دلوقتي في تنفيذ الخطة المناسبة، وكمان حالة يعني من التعاون شايفها بين الجميع داخل الجهاز الفني، وكانت روح المحبة هي السائدة، واللاعبين كمان كان على قدر المسؤولية في الفترة الأخيرة، وفي مقدمتهم محمد صلاح طبعا قائد الفراعنة اللي تألق زي ما كلنا شفنا مع المنتخب أمام ملاوي، ونجح كمان في تجميع اللاعبين وخلق كمان فعلا حالة من الروح المعنوية الكبيرة بينهم. فيتوريا كمان وجه الشكر للاتحاد الكرة المصري على الدعم المستمر للمنتخب وتلبية كافة احتياجاته طوال الفترة الماضية، وفعلا المنتخب من تقدم إلى تقدم في مستواه طبعا في ظل وجود فيتوريا في القيادة الفنية لمنتخبنا. وبالمناسبة كمان عايز أقول لحضراتكم يعني أعلن خلاص الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف موعد افتتاح ونهائي كأس أمم إفريقيا 2023 وتقام إن شاء الله في الكوت ديفوار. وكشف الكاف عن إقامة افتتاح البطولة الأهم طبعا في إفريقيا هتكون يوم 13 يناير القادم، بينما يقام نهائي النسخة الـ 34 من البطولة الإفريقية بطولة أمم إفريقيا هيكون النهائي يوم 11 فبراير القادم، بيشارك 24 منتخب في النسخة المقبلة من كأس الأمم الإفريقية اللي هتقام في الكوت ديفوار. وخلاص زي ما قلت لحضراتكم البطولة هتكون يوم 13 يناير والنهائي هيكون يوم 11 فبراير إن شاء الله من العام القادم. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني ورجالة طبعا فيتوريا في الفترة القادمة. من المنتخب الوطني نروح لأخبار المنتخب الأولمبي.
والمدرب البرازيلي المدير الفني للمنتخب ميكالي يعني طلب اللاعبين ان هم يركزوا مع انديتهم الفتره الجايه وتنفيذ تعليماته وتنفيذ تعليمات ايضا الاجهزه الفنيه للانديه والاجتهاد كمان. طلب اللاعبين ان هم يجتهدوا المشاركه في المباريات ويحافظوا على مستواهم الفني والبدني قبل المشاركه طبعا في امم افريقيا اللي هتقام في المغرب، وبالمناسبه هي المؤهله كمان لاولمبياد باريس. ميكالي كمان مدير الفني طلب من وائل رياض مدرب المنتخب الاولمبي انه يكون على تواصل دائم مع كل اللاعبين وان هو يتاكد من التزامهم والتركيز مع انديتهم. ميكالي كمان يعني كان منزعج شويه في الفتره اللي فاتت من عدم مشاركه لاعبي المنتخب الاولمبي مع انديتهم بشكل يعني منتظم في الدوري الممتاز. الامر ده اللي بينعكس اكيد بالسلب على مستوى اللاعبين في معسكرات الفراعنه من وجهه نظره، فهو عايز ان الفتره المقبله يكون فيه اهتمام بلاعبي المنتخب الاولمبي مع انديتهم وان هم يكونوا موجودين في التشكيله الاساسيه عشان اكيد يصب في مصلحه المنتخب الاولمبي. ارسل اتحاد الكره المصري خطاب رسمي للجهات الامنيه من اجل حضور الجماهير نهائي كاس مصر اللي هيكون طبعا بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز. المباراه هتكون يوم 10 ابريل المقبل. اتحاد الكرة بيسعى اكيد لحسم الامر ده مع الجهات المسؤولة حتى يتمكن كمان من طرح تذاكر مباراة نهائي كاس مصر المرتقب طبعا كلنا في انتظاره الاهلي وبيراميدز، وهيكون ده عبر شركة تذكرتي. اتحاد الكرة كمان اتفق على ان الجمهور في نهائي كاس مصر هيكون بالمناصفة طبعا بين الناديين، وكل الامور ستكون مسجلة اكيد عبر الموقع الالكتروني في الفترة القادمة. نروح كمان لموضوع تاني مهم عايز اكلم حضراتكم فيه، وهو ما تردى عن انسحاب المغرب من بطوله كاس امم افريقيا للناشئين. واستفسر اتحاد الكره من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف عن حقيقه انسحاب فعلا المغرب من بطوله كاس امم افريقيا للناشئين 2023 اللي هتقام خلال شهر ابريل اللي جاي اللي هتقام في الجزائر. مصدر داخل اتحاد الكره اكد لنا هنا في اخبار اون تايم ان هناك معلومات بتفيد ان المغرب هتنسحب بالفعل من بطوله امم افريقيا للناشئين، وهو كده بقى بيعني ان منتخب مصر قد يتاهل للبطوله الافريقيه، وهو ما جعل كمان اتحاد الكره المصري على طول يستفسر بقى في الجزئيه دي من الكاف عن حقيقه الامر. وجاء منتخب مصر يعني فكر حضراتكم في المركز الثاني بثلاث نقاط بالتساوي مع ليبيا وتونس في بطوله شمال افريقيا والمؤهله طبعا لكاس الامم، في محتل المنتخب المغربي المركز الاول بتسع نقاط. عايز برضه اروح لخبر تاني بيخص بقى الحكام، وتلقى اتحاد الكره المصري اختار رسمي من الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف بتنظيم معسكر حكام النخبه في القاهره، وهيكون من يوم 14 حتى 18 ابريل القادم. ووجه الدعوه لعدد من حكام المصريين والكاف، ووجه كمان الدعوه لفيتور بيريرا لالقاء محاضرات نظريه في المعسكر ده اللي هينضم طبعا وهيضم مجموعه من الحكام المرشحين كمان لاداره مباريات الادوار الاقصائيه في بطولتي دوري ابطال افريقيا والكونفدراليه كمان. الحكام اللي هيشاركوا في المعسكر ده هيخضعوا لاختبارات بدنيه ونظريه وجلسات كمان عمليه خلال فتره التدريب، وفي حال فشل بقى الاختيار لاي حكم فيهم سيتم على طول استبعاد الحكم من الادوار النهائيه بشكل رسمي ونهائي دون اجراء اي اعاده. اتمنى طبعا ان بيريرا يكون موفق في الفتره المقبله ويرتقي فعلا بالتحكيم المصري الفتره القادمه. نروح دلوقتي لاخبار القلعه البيضاء، نادي الزمالك وحرص الكابتن اسماعيل يوسف مدير الكره بنادي الزمالك على توجيه تحذير شديد اللهجه لحسين ياسر المحمدي مدرب المساعد للفريق من تكرار واقعه تاخره عن التدريب اللي حدث طبعا اول امس، مشددا ليه ان لن يقبل بعدم التزام اي فرد في المنظومه. من جانبه كمان وعد حسين ياسر المحمدي على طول مدير الكره بعدم حدوث الامر ده مرة أخرى مقدما ليه الاعتذار للكابتن إسماعيل يوسف عن هذا الموقف. وكان حسين ياسر المحمدي يعني اتأخر عن تدريب الفريق أول امبارح، الأمر يعني اللي أثار غضب إسماعيل يوسف طبعا مدير الكرة وجعله لا يوافق على حضور المحمدي للتدريب ده اليوم التالي، وذلك الفرد طبعا حالة من الالتزام بين الجميع داخل نادي الزمالك، وده أكيد الكابتن إسماعيل بيعمله الفترة الأخيرة بيحاول طبعا يلم الشمل ويعني يقفل لعيبة نادي الزمالك، نادي الزمالك يعود مرة أخرى إلى النظام طبعا ويعود لاعبيه إلى سابق مستواهم، لأن طبعا جمهور نادي الزمالك حزين بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة سواء على صعيد الأداء أو النتائج، والهزيمة طبعا كانت ثقيلة من البنك الأهلي في المباراة الأخيرة 3-0 أزعجت طبعا جمهور نادي الزمالك بشكل كبير جدا. خروج طبعا من كأس الرابطة يعني الأمر مش جيد
طبعا وسيء حتى الان بالنسبه لجدول الدوري العام. اصبح الفرق ما بينه وبين الاول طبعا النادي الاهلي كبير جدا في الدوري العام، يعني ما فيش حاجه اسمها مستحيل طبعا في كره القدم، لكن نقدر نقول ان الفرق كبير بين النادي الاهلي ونادي الزمالك، والزمالك حتى مش متواجد في المركز الثاني، الزمالك يعني متواجد في المركز الخامس حتى الان، فبالتالي يعني الامور صعبه على نادي الزمالك هذا الموسم في الدوري. نتمنى لنادي الزمالك ان شاء الله يلم الشمل ويرجع نادي الزمالك الى الاستقرار، حاله الاستقرار ان شاء الله الفتره اللي جايه اكيد بيصب في مصلحه اكيد الدوري المصري ومنتخبنا الوطني. لسه مكملين مع حضراتكم في اخبار نادي الزمالك. واستقر امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق نادي الزمالك على عقد جلسه خاصه خلال الايام اللي جايه هتكون مع الحارس محمد صبحي حارس مرمى الفريق من اجل تمديد عقده مع الزمالك الفترة الجاية، وبينتهي طبعا عقده بنهاية الموسم القادم. وكشف مصدر لينا هنا داخل اخبار اون تايم ان الزمالك انه هيتم تمديد عقد الحارس مع رفع كمان القيمة المالية اللي هيحصل عليها مع النادي، وده يعني كنوع من التقدير للحارس بعد الظهور كان مميز جدا مع الفريق في الفترة اللي فاتت، وكان اللاعب قد حصل على وعد من امير مرتضى منصور بتعديل عقده، وذلك بعد انتهاء اعارته طبعا من نادي فاركو. وكلنا شفنا طبعا المباراه الاخيره محمد صبحي تالق مع نادي الزمالك لما خد الفرصه وبعد طبعا جلوس عواد على دكه البدلاء تالق واصبح واحد طبعا من نجوم نادي الزمالك. كل التاكيد هيكون اضافه قويه جدا لنادي الزمالك، وحاجز طبعا مقعد في حراسه مرمى نادي الزمالك في الفتره القادمه، فهيتم تعديل عقده مع نادي الزمالك ويتم تمديد كمان التعاقد في الفتره القادمه. وعن اخر بقى استعلانات نادي الزمالك طبعا لمباراه المريخ السوداني، بيفكر احمد عبد المقصود المدير الفني المؤقت طبعا نادي الزمالك انه يمنح اللاعب احمد سيد زيزو راحه من المشاركه امام المريخ السوداني، ده عشان طبعا عبد المقصود شايف ان القرار ده هو الصح في راحه اللاعب من المشاركه بسبب ان اللاعب يعني مجهد بشده من كثره المباريات طبعا طوال المواسم السابقه مع نادي الزمالك، سواء مشاركته مع نادي الزمالك او حتى مع المنتخب الوطني المصري، وان الفتره دي هي الانسب لراحته قبل استئناف المباريات الدوري. ويرى الجهاز الفني ان مباراه المريخ السوداني يعني مجرد مباراه تحصيل حاصل مش مهم يعني بالنسبه لنادي الزمالك، الافضل هو اراحه اللاعب او على الاقل وضعه على دكه البدلاء استعدادا طبعا لمباراه المصري البورسعيد المقبله اللي هتكون في بطوله الدوري العام المصري الممتاز. وده طبعا خبر مهم ان زيزو يعني ياخد قسط من الراحه يرجع مره اخرى للمستوى اللي الناس يعني كان جمهور نادي الزمالك بيقول ان زيزو خارج مستواه هذا الموسم، ومش هو زيزو بتاع السنه اللي فاتت، لا بسبب اكيد اللاعب ادى مباريات كثيره جدا في ظل ضغط المباريات وكم عدد من المباريات كبيره جدا سواء مع منتخب مصر او البطوله الافريقيه مع نادي الزمالك او حتى البطولات المحليه سواء كاس او دوري او سوبر، بالتاكيد ضغط كبير جدا كان على اللاعب، وكان بيشارك بشكل اساسي مع نادي الزمالك طوال المواسم السابقه وتالق وكان واحد من نجوم نادي الزمالك، في كل تاكيد الراحه دي هتكون مفيده جدا للاعب لاستعدادا لمباراه المصري البورسعيدي في بطوله الدوري العام المصري الممتاز. نروح برضو الخبر تاني يخص نادي الزمالك، تاكد غياب المهاجم الدولي التونسي كمان سيف الدين الجزيري عن مواجهه الزمالك والمريخ السوداني اللي هتكون ان شاء الله بكره ان شاء الله يوم الجمعه في الجوله هتكون الاخيره من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا. اللاعب يغيب عن مباراه الزمالك والمريخ السوداني ولن يتواجد في هجوم الفريق، ده بسبب طبعا عدم عودته لغايه دلوقتي من تونس بعد مشاركه وانتهاء معسكر منتخب بلاده مع نسور قرطاج، وحصل اللاعب على اذن من قطاع الكره والجهاز الفني كمان منه يعود بكره الجمعه والحصول على يوم راحه يعني اضافي، مستغلا اكيد عدم اهميه مباراه المريخ السوداني انه هتواجد بكره الجمعه في القاهره وينتظم على طول في تدريبات الفريق يوم السبت بشكل طبيعي استعدادا طبعا للمباراه الهامه امام المصري البورسعيدي في بطوله الدوري الممتاز. دلوقتي خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل بقيه فقراتنا مع اخبار اون تايم، خليكم معانا. برحب بحضراتكم من جديد ولسه مكملين اخبارنا المحليه، لكن قبل ما نكمل اخبارنا المحليه ونبدا اخبارنا مع النادي الاهلي بينضم لينا هاتفيا طبعا واحد من نجوم النادي الاهلي السابقين ومنتخب مصر كابتن احمد نخله. كابتن احمد بنورني كالعاده في اخبار اون تايم. الله يخليك يا محمود وانت اللي منور ورمضان كريم عليك وعلى الساده المشاهدين يا حبيبي. كل سنه وحضرتك طيب ورمضان كريم. يعني بكل تاكيد
خلاص 48 ساعة بتفصلنا عن مباراة مصيرية فعلا للنادي الأهلي، ولا بديل سوى الفوز للنادي الأهلي يوم السبت في المباراة طبعا الأخيرة في الجولة الأخيرة، الجولة السادسة طبعا لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، الأهلي والهلال. حضرتك شايف طبعا المواجهة إزاي، خاصة لا بديل عن الفوز زي ما قلت لحضرتك للنادي الأهلي في مباراة السبت؟ طبعا كلامك منطقي طبعا يا محمود، مباراة صعبة جدا، تمام، مباراة مهمة جدا كمان للنادي الأهلي. يعني ممكن اقول لك برضو ان لعيبه النادي الاهلي احنا اللي صعبناها على نفسنا طبعا، لكن ان شاء الله باذن الله قادرين بخبرات لعيبه النادي الاهلي وبالتاريخ الكبير. وعاوز اقول لك طبعا يعني بنشكر وزير الداخليه والامن بشكل عام على عوده الروح الرياضيه للكره المصريه اللي هو عوده الجمهور، طبعا ده شيء مهم جدا جدا. وعاوز اقول لك ان ده كله تاثير ايجابي جدا كبير على لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله في الفوز على نادي الهلال ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. دعم كبير يا كابتن احمد، يعني 50,000 متفرج. طبعا طبعا انا عايز اقول لك يعني انت يعني اللاعب بيستمد قوته من الجمهور، يعني اللاعب بيستمد قوته من الجمهور، هتلاقي مع كل تمريره مع كل اسيست مع كل هدف هتلاقي فيه حماس ومسانده غير عاديه من جمهور النادي الاهلي، اي جمهور طبعا. لكن اعتقد كمان ان 50,000 ده عدد كبير جدا جدا، انت خلاص انت كده الكره رجعت بشكل طبيعي. اعتقد يعني ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعني فيه مسانده كبيره جدا جدا يعني من الكل اعتقد يعني. يا رب. حضرتك بقى شايف المباراه فنيا ازاي؟ يعني شايف كولر طبعا مواجهه اكيد مصيريه امام الهلال، شايف يبدا ازاي؟ يبدا مندفع هجوميا من بدايه المباراه ولا يقسم المباراه للسيناريوهات من بدايه المباراه؟ اول حاجه العامل النفسي مهم جدا طبعا يا محمود، اعتقد طبعا يعني ان شاء الله باذن الله يعني لعيبه النادي الاهلي كلها عندها خبرات، تمام، كلهم عندهم خبرات، مباراه مهمه، مباراه صعبه، توقيتها صعب جدا كمان، الظروف المحيطه بالمباراه كمان يا محمود يعني اعتقد في توتر وفي امور كده غريبه مش عارف ليه، لكن انا عايز اوصل بس للشعب السوداني ان مصر والسودان مرتبطين ببعض، علاقتنا كبيره جدا وعلاقات وطيده وقويه، يعني اعتقد دي مباراه كره قدم، في فريق هيكسب وفي فريق هيخسر، واعتقد ان لعيبه النادي الاهلي اتمنى وجمهور النادي الاهلي ما ينسقوش للجمهور مثلا يكون موجود، او اللعيبه ممكن هتلاقي لعيبه بتنرفز لعيبه بتشد، يا جماعه نلعب كوره، احنا هي مباراه كره قدم فقط، وكمان هي روح رياضيه، الرياضه هي بتجمع الشعوب، واحنا ومصر والسودان اصلا يعني الحمد لله علاقتنا طيبه جدا مع بعض. احنا كنا بلد واحده يا كابتن احمد. بالظبط كده بالظبط، حاجات كتيره اواصر كبيره يعني، لكن خلينا نتكلم في المباراه طبعا. طبعا هيبقى يكون في توازن، مستر الكره طبعا اكيد مجهز بشكل كويس، متابع فريق الهلال السوداني، اعتقد برضو ان المباراه مش سهله خالص، بالعكس هيبقى في ضغوط على لعيبه النادي الاهلي، لكن هم عندهم الخبرات ان هم يقدروا يطلعوا بشكل جيد. هي طريقه اللعب كمان يا محمود اللي هتختلف، ان احنا بنتكلم على باستمرار، انا حابب ان اللعب يكون في نص ملعب المنافس، في نص ملعب الهلال السوداني، هيلعب مثلا ب 4-2-3-1، اتمنى يلعب ب 4-2-3-1-2، اثنين في نص الملعب ممكن يكون قدامهم قفشه مثلا. طب ما تيجي نبدا كده يا كابتن احمد بالتشكيل، يعني التشكيل الانسب من وجهه نظر حضرتك شايفه مين؟ حاضر يا محمود، طبعا الشناوي، طبعا اعتقد ان الحمد لله ان الشناوي برضو امبارح اتاكدنا ان هو جاهز باذن الله 100%، محمد عبد المنعم مصر بين اثنين سرد باكات، ناحيه اليمين هيبقى محمد هاني، ناحيه الشمال هيبقى علي معلول، اثنين في نص الملعب اعتقد مروان عطيه بيأدي بشكل جيد الفتره اللي فاتت هيكون موجود، واعتقد جنبه ممكن يكون السلية او حمدي فتحي، يعني اعتقد واحد من الاثنين هيكون موجود. الكلام بس على اللاعب اللي امامهم اللي هو البلاي ميكر رقم 10، بنتكلم مثلا على قندوسي او قفشه، واحد من الاثنين هيكون موجود. مين الافضل اللي يبدا؟ والله الافضل مثلا اقول لك القندوسي اللي يبدا، لان قفشه ممكن يديك شوط كويس قوي، لان بدنيا قفشه ممكن ما يدكش 90 دقيقه كامله، لكن القندوسي ممكن يبدا شوط، وممكن قفشه على حسب سير المباراه يقدر ينزل يديك برضه جزء كبير، تمام؟ بنتكلم على ناحيه اليمين، طبعا بيأدي بشكل جيد الفتره اللي فاتت بيرستاو بشكل كويس جدا، وبيتكلم على برضه على ناحيه الشمال هيكون احمد عبد القادر، وطبعا على اللاعب المميز اللي الفتره الاخيره بيأدي بشكل جيد جدا محمود كهربا، طبعا اتمنى له كل التوفيق، حالته كويسه، وكمان مكافئته ان هو بيأدي بشكل جيد ان هو راح منتخب مصر، وده في حد ذاته يعني انا بقول نجاح للاعب نفسه محمود كهربا، ونجاح طبعا النادي الاهلي ان هو قدر يجهز اللعيب بالشكل ده ان يوصل للمرحله دي. يعني كهربا هو يلعب سترايكر مش محمد شريف، كهربا لا، كهربا اعتقد كهربا حالته البدنيه والنفسيه والمعنويه جيده جدا يا محمود، تمام، وبيقرب من المرمى وبيتحرك بشكل جيد، وبعدين كمان اي فرصه بتجيله بينيها بشكل كويس، كهربا حالته كويسه انا اقدر استفاد بيه بشكل كويس من بدايه الجيم، مع طبعا مع الجمهور اللي هيكون موجود، الجمهور ده هيخلي اللعيبه تطلع اقصى ما عندها، وده مهم جدا، يعني احنا بنقول وجود الجمهور دافع قوي جدا جدا للعيبه النادي الاهلي ان هم يكونوا مساندين بشكل قوي ان اللعيب يطلع اقصى ما عنده. بنتكلم على اسلوب اللعب،
في البدايه محمود انا بتمنى طبعا يكون في ضغط من البدايه اول 15 دقيقه على الاقل، طبعا مع التوازن في حاله الدفاع، ان انا لازم اكون في حاله الدفاع لازم يكون في تمركز جيد، لازم يكون في رقابه جيده، لازم يكون في تغطيه كويسه جدا وبالخصوص من محمد عبد النعيم ووسام ابراهيم، لان انت عندك مفاتيح اللعب علي معلول محمد، في حاله زياده علي، علي في الجزء الخلفي اللي وراه ممكن يكون في مشكله. اتمنى ان يكون في حرص من لعيبه الوسط ان في واحد يامن علي معلول في حته الزياده، مهم جدا جدا لان علي مهم جدا في الشق الهجومي مع احمد عبد القادر. تمام؟ طبعا الضغط العالي ده مهم في البدايه مع التوازن في حاله الدفاع، مش عايزين ندافع ان احنا عاوزين نجيب هدف، لازم تجيب هدف. في خلال 20 دقيقه الشوط الاول انت معاك كل شيء. بس بحرص ان انت تكون عامل توازن في حاله الدفاع. لازم يكون في حرص يا كابتن احمد في الهجمات المرتده بالذات. بالظبط كده، ما انا بقول لك انت، انا بكلمك في الدفاع ان محمد عبد النعيم ياسر ابراهيم في حاجه اسمها الرقابه والتمركز الجيد والتغطيه، التغطيه دي اهم من كل ده، ان انا لازم اغطي على اي واحد يغلط مرتد مثلا من خلف علي معلول او محمد هاني، لازم يكون في تغطيه بشكل جيد في المناطق الخلفيه دي. الضغط والاستخلاص مهم جدا جدا لعيبه النادي الاهلي في المباراه دي، يعني يكون اللعب في نص ملعبهم في ضغط ايجابي وضغط سلبي، اتمنى يكون الضغط ايجابي بمعنى ان انا اضغط بستخلص الكوره عشان ابدا اعمل هجمه تاني وانقل واحضر. مهم جدا جدا التركيز من اللعيبه، حاله اللعيبه كمان يا محمود في اليوم ده بيسال عنها المدير الفني، وهم كمان اللعيبه كمان لازم تهيئ نفسها، المباراه دي مصيريه لا بديل عن الفوز، يعني مباراه مصيريه لا بديل عن الفوز، وانت مهيئ نفسيا والجمهور في ظهرك وكل شيء معاك، الاعلام كمان معاك بصراحه، يعني الفتره اللي فاتت يا محمود يعني انتوا كمان الاون تايم بشكل كبير جدا جدا مسلطين ان انتوا في ظهر النادي الاهلي، وده صح، في ظهر الاهلي ومنتخب مصر والزمالك وبيراميدز الفرق اللي بتمثل مصر. مهم جدا جدا الفوز النادي الاهلي ان شاء الله، وكلنا داعمين ليه ان شاء الله. كلنا طبعا نتمنى الفوز ان شاء الله للنادي الاهلي ممثل مصر طبعا في بطوله دوري ابطال افريقيا. كابتن احمد نخله طبعا نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق، بشكرك شكرا جزيلا. نرجع نكمل اخبارنا المحليه ونروح لاخبار النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا بدا خلاص في الاستعداد بكل قوه طبعا لمباراه الهلال السوداني، وبتضع لجنه المباريات بالنادي الاهلي خطه كامله لنقل الجماهير النادي الاهلي لاستاد القاهره يوم السبت اللي جاي بعد بكره ان شاء الله، لحضور طبعا مباراه فريقهم ضد الهلال السوداني اللي هتكون في ختام دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا، وهتكون هي الجوله السادسه. وقررت لجنه المباريات بالنادي الاهلي مخاطبه هيئه النقل العام من اجل طبعا توفير اتوبيسات خاصه لنقل جماهير النادي الاهلي وتسهيل كمان وصولهم الى استاد القاهره، خاصه مع العدد طبعا الكبير، بخلاف كمان تحرك كمان الجماهير سيكون قبل الافطار، كما يضع كمان مسؤولي النادي الاهلي وسيله مترو الانفاق كحل اخر من اجل تسهيل كمان نقل جمهور النادي الاهلي لاستاد القاهره وحضور المباراه، في ظل طبعا العدد الكبير جدا المقرر حضوره يعني 50,000 متفرج، وخايفا كمان يعني هناك خوف كمان من حاله التكدس في الشوارع قبل وبعد الافطار في يوم المباراه، فيتم طبعا الترتيب لكل هذه الامور. 50,000 متفرج هيكونوا موجودين في استاد القاهره، هيكون طبعا يعني دعم رئيسي واللاعب رقم واحد للنادي الاهلي في هذه المباراه، وبكل تاكيد هيكون دافع قوي جدا لكل اللاعبين ان هم يقدموا مباراه كبيره جدا يوم السبت الجاي ان شاء الله. حشنا طبعا صوت الجمهور، ان شاء الله يكون الجمهور يعني سلوكه رائع باذن الله، ويكون فعلا دي المباراه لعوده الجمهور ان شاء الله الى كامل الساعه ان شاء الله في الفتره القادمه. نروح دلوقتي لمارسيل كولر والامور الفنيه في النادي الاهلي، المدير الفني طبعا للنادي الاهلي مارسيل كولر اللي قرر تجهيز التونسي محمد داوي كريستو جناح الفريق عشان يدفع بيه خلال المباراه اللي جايه عقب الانتهاء كمان مباراه فريقه ضد الهلال السوداني، بعديها على طول يتم تجهيز اللاعب انه يشارك مع النادي الاهلي، مباراه طبعا هتكون على استاد القاهره زي ما قلت لحضراتكم. وبيرغب كولر في منح يعني الفرصه طبعا لكريستو بعد تالقه مع منتخب بلاده خلال المشاركه في كاس الامم الافريقيه للشباب الاخيره اللي اقيمت طبعا مؤخرا في القاهره، ولكن يعني فضل كولر تاجيل الدفع بكريستو لحين انتهاء كمان من مباريات دور المجموعات لبطوله دوري ابطال افريقيا، وده طبعا يعني هو ده الصح اللي بيعمله كولر مع كريستو عشان لسه لعيب صغير يديله المباريات تدريجيا وما يديلوش في مباراه فيها ضغط جماهيري كبير ويجب للنادي الاهلي ان هو يفوز فيها، لا بديل طبعا سوى الفوز للنادي الاهلي، عايز يديله بعد ما يخلص من مباراه الهلال السوداني ان شاء الله ويفوز النادي الاهلي يديله تدريجيا ويكون مع النادي الاهلي، ولعيب كويس جدا شاهدناه طبعا مع منتخب تونس للشباب هنا في البطوله اللي اقيمت في مصر، وكان مميز، كان فعلا لعيب مميز وصنع اكتر من هدف ولعيب فعلا دريبلر هايل، هيفرق مع النادي الاهلي جدا في مركز الجناح.
ومن اخبار النادي الاهلي نستعرض معاكم بعض اخبار الانديه الاخرى. نبدا من نادي امبي، نادي امبي وتاكد عوده ثنائي الفريق احمد عيد وعماد ميوب خلاص امام البنك الاهلي يكونوا موجودين في المباراه المقرر اقامتها النهارده ان شاء الله على استاد بيتر سبورت ضمن مؤجلات الجوله ال 22 من مسابقه الدوري المصري الممتاز، وده طبعا بعد غيابهم عن المباراه الماضيه بسبب انضمامهم للمنتخب الاولمبي. بيمثل الثنائي يعني ركيزه اساسيه في تشكيل الفريق البترولي بقياده طبعا الكابتن تامر مصطفى المدير الفني للفريق، وخلاص اصبح الثنائي جاهزين لخوض مباراه اليوم. نروح دلوقتي لنادي الاتحاد السكندري، ونجح مجلس اداره نادي الاتحاد السكندري برئاسه محمد مصلحي في تمديد تعاقد ظهير الايمن للفريق الاول لكره القدم نادي الاتحاد هشام صلاح، وتوجد مجهودات اللاعب وأداؤه المميز كمان في الفترة الأخيرة ده بانضمامه على طول لصفوف المنتخب الوطني المصري في تجمعه الأخير. ووافق هشام صلاح على تمديد تعاقده لمدة 5 مواسم قادمة مع نادي الاتحاد السكندري، ده بعد الجلسة اللي عقدت معه بحضور طبعا الأستاذ محمد مصلحي رئيس نادي الاتحاد، وتم الاتفاق كمان فيها على كافة تفاصيل تعديل وتمديد تعاقد النادي مع اللاعب، واللاعب كان عنده رغبة على تمديد وتجديد التعاقد مع العناصر الأساسية كمان المدير الفني زوران طبعا نجوم الفريق بناء على رغبة الجهاز الفني زي ما قلت لحضراتكم بقيادة المدير الفني السربي زوران، عشان عايز يوفر أكبر قدر من الاستقرار الفني للفريق خلال المرحلة اللي جاية، خصوصا يعني إن الفريق فعلا فريق الاتحاد ماشي بخطة ثابتة في مسابقة الدوري العام هذا الموسم، وماشي بشكل رائع بصراحة في الموسم الحالي. معانا كمان خبر مهم جدا عن نادي فيوتش، نجحت إدارة نادي فيوتشر في حل يعني أزمة المستحقات المتأخرة لاعبي الفريق قبل أيام من المباراة طبعا المهمة اللي هتكون أمام بيراميدز في ختام جولات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية. إدارة النادي صرفت المستحقات المتأخرة عن الأشهر الماضية لاعبي الفريق والجهاز الفني كمان. عارفين طبعا إن فيوتشر عايز أقول لحضراتكم استفاد من قرار الكاف باعتباره فائزا بمباراته أمام إسكو كارا التوجولي في الجولة الأولى بدور المجموعات، عشان كده بيخطف صدارة ترتيب المجموعة متفوقا على الجيش الملكي المغربي وبيراميدز كمان، وبقى فيوتشر في الصداره برصيد 10 نقاط متساوي مع الجيش الملكي المغربي، وبيليهم بيراميدز بثمان نقاط ثم اسكو كارا بلا رصيد. بيحتاج فيوتشر للفوز او التعادل باي نتيجه في مباراته امام بيراميدز في الجوله الاخيره على حسم تاهله لربع نهائي الكونفدراليه. يعني بكل تاكيد كنا نتمنى التوفيق للثنائي المصري، كنا نتمنى طبعا في تأهل الثنائي بيراميدز وفيوتشر، لكن يعني الأمر الواقع الآن إن واحد منهم بس هو اللي هيتأهل مع الجيش الملكي إلى الدور التالي. كده تكون خلصت فقرة أخبارنا المحلية، هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم في أخبار أون تايم، خليكم معانا. نروح لاخبارنا العالميه، ونبدا اخبارنا العالميه من عند محمد صلاح قائد طبعا منتخب مصر ولاعب ليفربول الانجليزي اللي تواجد في قائمه اعلى 5 لاعبين دخلا في الدوري الانجليزي البريمير ليج. ونقلت صحيفه ديلي ميل عن تقرير لليكيب الفرنسيه عن اول 5 لاعبين تقاضي للرواتب في مسابقه طبعا الدوري الانجليزي، وبيتصدر ثنائي مانشستر سيتي كيفن دي بروين وايرلينج هالاند القائمه، بينما بيتقاسم محمد صلاح مع جادون سانشو طبعا لاعب مانشستر يونايتد الانجليزي المركزين الرابع والخامس. واشار التقرير ان كيفن دي بروين يعني بتصدر القائمه بحوالي 1.7 مليون جنيه استرليني في الشهر، بحوالي يعني 425 الف جنيه استرليني في الاسبوع الواحد، بينما بياتي هالاند في المركز الثاني بحوالي 1.6 مليون جنيه استرليني في الشهر، بحوالي يعني 402.250 جنيه استرليني في الاسبوع الواحد. وكشف كمان التقرير انه بالرغم يعني من ذلك ان هالاند هو الاعلى حصولا على راتب فعليا بعد تضمين كمان المكافئات اللي بيحصل عليها نظير المشاركه وتسجيل الاهداف كمان. يعني عايز اقول لحضراتكم نجح هالاند في تسجيل 39 هدف مع مانشستر سيتي هذا الموسم منذ انضمامه الى مانشستر سيتي، وبيحتل ديفيد طبعا دخيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الانجليزي المركز الثالث في القائمة بنفس راتب هالاند، لكن بيتفوق المهاجم النرويجي هالاند في المكافآت اللي بيحصل عليها. وبيأتي محمد صلاح نجمنا المصري قائد منتخب مصر في المركز الرابع بحوالي 1.459 طبعا يعني 1.5 مليون جنيه استرليني في الشهر، بحوالي 373 ألف جنيه استرليني في الأسبوع
الواحد، واشار التقرير ان محمد صلاح هو اللاعب الاعلى اجرا في تاريخ ليفربول. يعني نجح محمد صلاح لغايه دلوقتي في تسجيل 20 هدف مع ليفربول هذا الموسم، رغم كمان الموسم يعني ده مخيب للامال للريد. وكشفت صحيفه ليكيب الفرنسيه عن مفاجات بالقائمه، ويتواجد طبعا جادون سانشو اللي بيحصل على نفس الراتب محمد صلاح، وبيلعب الرباعي دي بروين وهالاند وصلاح ودخية بشكل اساسي مع فريقهم، عكس يعني سانشو اللي بيكافح للتواجد طبعا في تشكيل مانشستر يونايتد. نروح لخبر تاني على لاعبنا الدولي عمر مرموش، ولتواجده طبعا في قائمه مختصره يعني من مرشحين للفوز بجائزه افضل لاعب في شهر مارس بالدوري الالماني، بعد طبعا يعني ده تالق اللاعب اللي كلنا شايفينه اللافت للنظر وقدرته كمان على قياده فولسبورغ لتحقيق نتائج متميزه جدا في البوندسليغا. وكشف الحساب الرسمي للدوري الالماني عن اسماء اللاعبين المرشحين بالفوز بجائزه افضل لاعب في شهر مارس، واللي ضمت اللاعب الفرعون طبعا المصري عمر مرموش. ونجح مرموش في تسجيل اول اهدافه في شهر مارس مع فولسبورغ في شباك انتراخت فرانكفورت بالجوله ال 23 من بطوله الدوري الالماني، خلال المباراه طبعا اللي انتهت بالتعادل الايجابي 2-2. واحرز نجم المصري ثاني اهدافه كمان خلال شهر مارس في مرمى فريقه السابق شتوتغارت، ليحصل على 3 نقاط ثمينه طبعا لفريقه فولسبورغ في اللقاء اللي انتهى بهدف دون رد. كلام كتير كمان في الفترة الأخيرة عن تجديد عقد جيرو مع الميلان، وأكد خبير الانتقالات الإيطالي دي ماريزيو إن الفرنسي أوليفييه جيرو مهاجم طبعا نادي الميلان وافق على عقد جديد لمدة عام واحد مع روزينيري بعد اجتماع أمس اللي تم طبعا بين ممثلي اللاعب وإدارة بطل الدوري الإيطالي. والتقى ممثلة النجم الفرنسي مع إدارة الميلان لمحاولة الاتفاق على شروط صفقة جديدة للفائز طبعا بكأس العالم 2018 والذي ينتهي عقده بنهايه الموسم الحالي. ووفقا لخبير الانتقالات الايطالي فان اللقاء بين الطرفين جاء ايجابي بعد حرص جيرو على مواصله مغامراته مع الميلان. واكد دي ماريزيو ان جيرو وافق شفهيا على توقيع عقد لمده عام واحد مع الميلان ورابطه بالنادي حتى يونيو 2024 بقيمه حوالي 3.8 مليون يورو بالاضافه الى الاضافه. نروح دلوقتي لتصفيات يورو 2024، وتصدر نجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التشكيل المثالي خلال اول جولتين في التصفيات المؤهله لبطوله كاس امم اوروبا 2024 في المانيا، بعد المستوى المميز اللي ظهر عليه مع منتخب بلاده خلال اول جولتين من التصفيات. وجاء التشكيل كالتالي: في حراسه المرمى مايك مانن، خط الدفاع نيثن اكي، اندريا بوركا، نيكو الفيدي، كونور برادلي، خط الوسط امبابي، مالينيا، كوفاسيتش وساكا، وفي خط الهجوم كريستيانو رونالدو ورامسون هولاند. هل ديخيا مكمل مع مانشستر يونايتد ولا مش مكمل؟ كشفت تقارير صحفيه بريطانيه ان الحارس الاسباني ديفيد ديخيا رفض عرضا لتجديد عقده مع مانشستر يونايتد الانجليزي والمنتهي في يونيو 2023 للبقاء في الاولد ترافورد لاطول فتره ممكنه. واكدت صحيفه ذا اتلتيك طبعا البريطانيه ان ديخيا يعني غير راضي عن العرض الحالي المطروح عليه من جانب مسؤولي مان يونايتد، وبيرفض التجديد بتخفيض راتبه. لكن يعني المحادثات مستمره بين النادي الانجليزي واللاعب الاسباني الفتره الاخيره عشان يتم تمديد عقده في الاولد ترافورد، والمستمره منذ عام 2011 عندما جاء من اتلتيكو مدريد. واضافت الصحيفه كمان ان الاسباني بيخوض السنه الاخيره من عقده الحالي، وقد ورد الاشهر طويله انه من الممكن البقاء في النادي الانجليزي سيحتاج الى تخفيض راتبه بشكل كبير. وتابعت ان ديخيا بيحصل على اعلى راتب في مانشستر يونايتد بحيث يتقاضى 375 الف جنيه استرليني في الاسبوع الواحد، عشان كده بيريد النادي ان هو يعني خفض راتبه مع العقد الجديد. واوضحت الصحيفه ان المدرب الهولندي اريك تنهاج مع بقاء تاكيد ديخيا، وبيثق كمان المدير الفني في قدرات الحارس الاسباني، وبيرى بانه لا يزال امامه الكثير جدا ليقدمه للمان يونايتد في الفتره القادمه. نروح دلوقتي للصحف العالميه، ونبدا من الصحف الاسبانيه وصحيفه ماركا اللي ركزت على موسم ريال مدريد وحسم الالقاب في 3 مباريات ذهاب واياب.
تشيلسي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا واياب نصف نهائي كاس اسبانيا امام برشلونه، وكتبت الموسم في 3 مباريات. كما اهتمت صحيفه بحوار لويس انريكي مدرب منتخب اسبانيا السابق. صحيفه سبورت ركزت على اختيار طبعا واندلاع قضيه انسو فاتي وتاهل الفريق لسيدات نصف نهائي دوري ابطال اوروبا بعد سحق روما 5-1، وكتبت قضيه انسو فاتي تنفجر وحفل في الكامب نو. كما اهتمت بالرقم القياسي للنجم ليونيل ميسي برفقه المنتخب الارجنتيني وتسجيل هاتريك امام كوراسو 7-0، وكتبت هاتريك لميسي ورقم قياسي جديد. صحيفه الموندو ديبورتيفو ركزت على الصفقات المجانيه اللي استهدفها برشلونه وكتبت المقابل 0. صحيفه كمان اهتمت بفوز برشلونه 5-1 على روما وتاهله نصف نهائي دوري ابطال اوروبا للسيدات وكتبت فوز ساحق والتاهل الى نصف النهائي. كمان اهتمت بتسجيل ميسي هاتريك برفقه المنتخب الارجنتيني امام كوسا وكتبت ميسي يصل لل 102 هدف برفقه منتخب الارجنتين بهاتريك. ومن اسبانيا الى فرنسا وبتحديد صحيفه لوكيب ركزت على رواتب اللاعبين في انديه الدوري الفرنسي الدرجه الاولى وكتبت رواتب الدوري الفرنسي هنا تضخم اقتصادي. وفي ايطاليا صحيفه توتو سبورت ركزت على اليوفي يوفنتوس وشحن المشجعين لمسانده اللاعبين وكتبت بيرين يقود مهمه شحن المشجعين واكثر اتحادا من اجل يوفنتوس. كمان اهتمت باخبار الانديه الايطاليه ورغبه تورينو في تعاقد مع مهاجم بريمن الماني نيكلاس فولجروج. كده خلصت فقرتنا العالميه، نطلع لفاصل وبعد الفاصل مع اخر فقرتنا فقره وان شوت، ولكن بعد الفاصل. برحب بحضراتكم من جديد، دلوقتي وصلنا لاخر فقرتنا فقره وان شوت. زي ما حضراتكم متعودين دايما معانا في فقره وان شوت ان احنا دايما بنسلط الضوء على الاحداث الايجابيه. روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر قرر انه ينزل شوارع مصر وبيفطر مع الجماهير في مشهد اكتر من رائع، وده كان احتفال طبعا بعد الفوز الكبير حاول منتخب مصر على ملاوي 4-0. ونشر فيتوريا الصورة عبر حسابه طبعا على انستجرام وكتب بعد الفوز الرائع لا شيء أفضل من تناول وجبة في وسط القاهرة محاطا بالأصدقاء في هذا الموسم الرمضاني المهم الذي انضم فيه إلى الشعب المصري. فيتوريا كان قال قبل مباراة ملاوي أنه صام مع اللاعبين أول أيام رمضان وامتنع كمان عن الطعام والشراب. طبعا اكيد لفته جميله من المدير الفني لمنتخب مصر وكل التوفيق والدعم اكيد مننا كلنا للفراعنه في الفتره المقبله، واكيد منتخب مصر ماشي في الطريق الصحيح مع طبعا المدير الفني قدير بقيمه روي فيتوريا. وكده تكون خلصت حلقتنا النهارده ببرنامج اخبار اون تايم، وفيناكم بكل مواجهه جديده على الساحه المحليه والعالميه. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده، بشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.